أولئك الذين اختاروا الأخلاقيات الذين انتخبوا الاحترام والأدب هؤلاء الذين انتخبوا الكرامة والوحدة والتعاون إليهم جميعا أوجه التهاني وأود أن أقول الشعب الإيراني العزيز Don't forget. I will لا تنسى the election promises. أنني لن أنسى وعود I would ask God الحملة الانتخابية to give me the وأطلب من الله تعالى أن يمكنني من الوفاء بجميع هذه الوعود وخلال الحملة الانتخابية لم أكن أفكر في التنافس بل كنت أركز على قضايا بلدي البلاد بحاجة إلى التعاون وبحاجة إلى الوحدة أما الأعمال التي لا تتسم بالاحترام فيجب أن ننساها للأبد يجب أن نكون كالشباب أن نتعلم الدروس منهم يجب أن نكون مخلصين ويجب أن تكون قلوبنا نقية يجب أن نفكر في البلاد وفي مستقبلها Let's not look so much at the past. دعونا لا نركز أنظارنا على الماضي بل دعونا نتلقن الدروس من الماضي لنركز جهودنا على المستقبل والطريق المؤدية إلى خلاص البلاد means the government of wisdom, إن حكومتكم هي حكومة الحكمة والحذر والأمل It will وكما وعدتكم فإن الحكومة ستعمل من أجل إنقاذ اقتصاد إيران ولدعم المبادئ الأخلاقية والتواصل البناء العمل مع العالم ومن خلال الاعتدال سنحقق الأهداف الوطنية حان الوقت الآن لنتوجه بالشكر إلى الجميع